محمد جمال باروت يشاركك هذا الفكر، لكن هو يشير إلى أنه إلى أن قيام عبد الناصر بسجن الإخوان واضطهاد في السجون هو اللي أطلق الفكر التكفيري الجهادي. هل ترى علاقة بين هذين الشيئين، بين الدولة المركزية والاضطهاد الذي أطلق التكفير والدعوة إلى الجهاد؟ ونختم بهذا الشيء. لا شك أن المسالك التجربة الناصرية رغم يعني سياقات صعبة اللي كانت بتمضي فيها، اضطرار جمال عبد الناصر إلى تدابير خشنة في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وربما بعض الممارسات المتعسفة في السجون المصرية في هذه الفترة التي أفرزت فكر التكفير، لكن أتصور أنه كان مضطرا إلى ما فعل. وكل ما أسير حول تلفيق القضايا، يعني أنا شاهد على وقع أولها سريعا، كنت أتصور أن تنظيم 65 مثلا في تاريخ الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري كان فرية من نظام جمال عبد الناصر، حتى التقيت بالمرحوم محمد فريد عبد الخالق، وهو كان أحد كبار الإخوان المسلمين وقيادتهم، وكان الرجل تجاوز 90 من عمره ويعني يستحيل في حقه الكذب وذاكرته مثقلة بالمعلومات، فسألته عن أمر فأجاب عن أمر آخر بطبيعة أن المرء في هذا السن تفلت منه يعني المعلومات رغما عنه. فقال لي عندما كنا في السجن في العام 65 اقترب مني عبد الفتاح إسماعيل وهو أحد قيادات تنظيم 65 وقال لي بالحرف الواحد: احنا أسفين جدا يا أستاذ، احنا كذبنا عليك، احنا جبنا سلاح من السودان. فكان هذا إقرارا من هذا الرجل بأن تنظيم 65 كان تنظيما لقلب نظام الحكم، امتلك السلاح وكان لديه خطة بالفعل لهدم الدولة في وقت قبل 67 بقليل، وبالتالي حجم التحديات التي واجهت مشروع عبد الناصر القومي وإصرار الإخوان على أن يكونوا خاصرة في يعني شوكة في خاصرة الدولة المصرية ربما ما برر هذه السياسات التي لا أتفق معها لكن أتفهم سياقها التاريخي.